ايت ما لما سلام نويوش تنمرين مرحبا نوبا السناغ او نوبا لان دمني ان شاء الله ثلاث جروي جرو العائله تجرو يغلب ميدن وسي تهتم التاريخ الحضاري تي تهتم لان ايجابي كاع تمدور تنغ تزير نغ تمر تنغ السؤال سيو في الموضوع غصب في العلاقه مع نزروي نغ التاريخ النغ مهم غرس قنواز الدمقران اين الدور التجار التاجر الجزائري الدورس اما سنتقرا ولا نغ تورط النغ نسم باللي تجار غرس دور دزعلوك وساهمن بدن عافرن شاركن وني قاعني لاني تخصت زير عنك ما لانسي في بعض النماذج في حانوت المزابي حانوت المزابي الدور التاريخ طورت بتي تساهم منش شتوغين تساهم من التجار يدبابات نغيز على كنا في الثورة التحريرية بأي طريقة بتي يضحن الموضوعات ملوعة نسيولة مرحبا السجوة السانغسوس <سؤال> غسوس وندو عزام النبي سيسن تطفي ألسان غسي غرمان ندت غرما سيسن أزل ألسان تمورا دي تزويد النبي سيسن تيفاوت اللاس يسلمد اللاس يسيفا بريدم تنوبا ألسانا تاورت في ولا سفيزمولا إذا غيت ما يسمى نرحب الأستاذ دكتور أبو بكر صالح بن عبد الله دكتور مرحبا ستش أستاذ جامعي مؤلف مؤرخ مهتم بالتاريخ باش يحفظ وموثق كذلك دكتور السنغامي غامي الهوي ولا يويش الاهتمام بالتاريخ الاهتمام سا يعني سا التوثيق خاطر العقود مدن ولكن التاريخ ما نصدق التوثيق يا دكتور بتد له اهميتنا نونا جعلنا يوا قاسم سؤال تبها يعني ما تاش ما وين غير التاريخ ما تاش وين ولنا اللي كيتسنى على بالك انت هو الاختصاص في التاريخ نعم قبل غتزور القانون تو في التاريخ يعطيك السؤال ولا الشريعه يعني قبل سن كاع قبل الشريعه قبل القانون تو في التاريخ استاذ الاجتماعيات اكثر من 16 سنه الله يبارك يعطيك السؤال بدنا تو زم التاريخ بالفعل سو مني غير قلت الهوايه تزعو لك تقول لك التاريخ الوطني التاريخ الجزائري نعم منذ ما قبل التاريخ اي يعطيك الممالك النوميديه القديمه تاز دليمارو تاريخنا الجزائري تاريخ تاريخ يكتب بماء ذهب بالفعل يعني لا الجزائر كاع ماشي لا ندفو خن تفتخر نعم التاريخ الجزائر نعم الجزائر اللي قلت لك كان تزعو لك سواء في افريقيا في العالم العربي في العالم الاسلامي الجزائريين راس البصمه تنصن في يعني التاريخ في جميع المراحل بالتفاصيل يعني يعني سؤال غير هو يتزعوا نقطة في التاريخ أعطيك الصح دكتور نبدا الحقيقة في حلقتين أظن قبل والسوف نسيول في القضية ندور التجار في الثورة التحريرية نسيو في التأصيل هامية نزابزون للتجارة أصلا نبدا كاع سوغلان نبدا الفلاحات من بعد الظروف الوقت ظروف منطقة ودمزاب مزاب ظروف فلاحية القلت ومان كذا يجيني يلزم هذاك في مورد رزق صحيح بدا التالي نخدم التجارة فاهتموا بالتجارة نشي قبل ما غنزول التي غرسان مزاب يعني في التجارة خصنا نسيول في التورت باش كنركز اولا <applause> لاحظتوا التجار الجزائريين غرسني قندور يزعلوك التورت يا دكتور يعني ان الشرائح الاخرى في المجتمع طلب الجزائريين غرس دور المعلمين والاساتذه الاطباء كل حتى طبعا التجار بدرجه خاصه يعني خصنا نركز بالسيد دورنسن في الثوره التحريريه صحيح. هل غرس بصمه غرسن الاثر تزعلوك من اي جانب الأهمية تنسن تبينت في الثوره ربما شاف هو قاسم في سؤال يلاق إيه شباب انه يلاق بورك سيبزالا تشدد عزمن صار عزم في تاريخ الثوره صحيح امجاد إيه الشهداء ربطنا رحمه الله نولي غل الجبل نوري جهد نشمر السلاح خد المعارك مع مع فرنسا سنبايع تنحيا نترحم فين توفى ولكن دفرنسن من تغي تمولتن من تغي تمولتن من تغي تكوفراتن من يوشاسن البعد الشعبي نسن يغلب اللي فرنسا تغي تهم الطوار ابدا باللي الفلاقه الفلاقا باللي دي قلمد نخرج على القانون ديك قلمد ارهابيين متمردين على القانون تستفزات السمعة تنسم وسائل الاعلام من فرنسا توغيت تهمش المجاهدين باللي شخص علاقة الشعب الجزائري باللي لا يمثلون الشعب وخاصة جبهة التحرير جبهة التحرير تحاول فرنسا بجميع الطرق تشوه يعني <applause> اعلاميا باللي توني مجموعة عصابات الفلاقة أن <applause> الشخص الشعبي تمدوا لتني غير ذلك ولكن والناس الشعبيت الجبهة التحرير باش امتداد شعبي عند يعني التجار هاميمي الاضرابات تغوي انتجا اخذت الاضرابات في سنوات الطورة الى اليوم نقول الاضرابات إيه. البعض محليه غير العاصمه تبرك البعض جهه الشرقي تبرك البعض البعض المهن يخبازن اللي بولونجي برك البعض العمال البور اطواد الماء توقع في سنك الظلم البعض ساعة ساعة البعض اللوزينات التمر دي ينسي العمال الجزائريين لوزينات نتوامان اجل لاغريف تقرفن كاع ساعة ساعة يتوان غير من ظلما وعدوانا يعني الاضرابات لن يغلب ولكن اشهرهم الاضراب من 8 ايام نعم 28 جونفي 57 آه 4 فيفري اضراب 8 ايام 57 اين دوني اكبر اضراب واحسن اضراب الا ان يشاس بعد عالمي مليح هاميمي خاطر في نفس اللحظه يتوغي الملف من الجزائريه الا في هيئه الامم المتحده ماشي نشن فرنسا الى غتحق الفيتو يعني تنجمت صابوطات في مجلس الامن ولكن الاضراب اني الى الجزائر تطص. يعني الاحصائيات الرسميه لفرنسا ان ننت باللي 90% الاضراب شل الجزائر دا العاصمه تم ايام تموت الشعب يحرش ها في المئة لما يسول 90% تسعين في المئة انت تتلع ان يغلب تحونا فرنسيين لليهود لجويف غسيحونا ممكن خد بعض الجزائريين ممكن صح 90% اضراب يعني الجزائر كلها مشلوله حتى في الصحراء شنو كذلك القرار ولا تحنو حتى التلاميذ ونزلوا المدارس المدارس حتى المدارس الخاصة الحره وقتني الحياه اش يعني الاضراب الني يشاسي جنس سند قوي يطور الجزائر بعد عالمي خلاص جميع دول العالم اعترفت باللي فعلا جبهه التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الجزائري خاطر <applause> فرنسا مشيت تسن في التاريخ تحاول تزور تحاول تكريه لبعض مجموعات اخرى باش كتعطي نيغوسا مع فرنسا قبل ما بدات المفاوضات ايفيون باش كتزور يقل يقل الاستقلال اعرج يقل الاستقلال ناقص ولكن جزئي ولكن <applause> جبهه التحرير اصرت وواصلت كفاحها اذا تنط في تسنت يغلب المجاهدين يزعلك قاده الثوره انت أصل اصلا انت تجار مصطفى بن بولعيد مثلا كان تاجر كان تاجر صح. تاجر وعنده شركه نقل تاع حافلات صح حافلات الشرق الجزائري كل قسنطينه خنشله باتنا مم. حافلات النقل كل تابعه للمجاهد مصطفى بن بولعيد وغيره اسمه مم. يغلب لان قاده الثوره اصلا كانوا تجار سواء في العاصمه وفي عنابه تيزي وزو في جميع الاماكن تتمزورت زوارت المهم عند التمويل المالي اشتراكات لكوتيزاسيون اشتراكات ضرورية المجاهدين يساهمون بقوة دفع الاشتراكات وتبرعات توني لي خاطر المجاهدين واحد نسل الجبال تو سندو الاموال صح تو سين الماون وتنجمن هذا الجهاد بالفعل سنة سنة سنين بالفعل والاكثر من ذلك التجار نفع <applause> نفع طورت في العمليات الفدائيه سيرتو المدن الكبرى صار تنبي العاصمة تنبي القسنطرينة تيجي وزو عنابة وهرن الفدائيون ملاح باش كان يقوم بعملية فدائية الناس العاصمة غادي يفجر يكتا فرنسية فرنسيا غادي فرنسا مقهى, نغادلنا مقهى، نغادلنا ملها وني يفوك هذا كرم ما هذا كرم يقول كاع مراقبين الشرطة الجيش الفرنسي الميضليين باش سواء قبل العملية الفدائية ما بعدها اذا من يحتاج التحنوت هنا نفع نشوف نقول في, في العمليات الفدائيه دي التموين التمويل ثم بعد ذلك الثقل اللي جعلوك الى شمن التجار التاجر الشخص ما غادي يروح ما عنده وين يهرب صادق قاع كن العاصمه كنت مدينة تبلا تي تمزور التجار صح كنش ما غادي يروح تحل ترزم يعني انت دمزور غادي توطف تشمر تعذب يعلم الله يعطيك الصحه ايه ذات سبين تجي لي قنربتي بها تجي لي قنربتي بها جارت جارت دا الثوره التحريريه ثم لهم تنتجر مقارنه سي مجاهد ديال الفدائيين الى انتري لوريرن يبها بنت الخصوصيه مارنسي في المصطلح اللي متداول يعني كاع المناطق الجزائر اللي شرفوني ما غتزيد في كل مناطق الجزائر حانوت المزابي ولو خطيض يقول لك حانوت المزابي <applause> 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 نشين نخصص نجي قلنا قلنا تاصيل لهذا المصطلح لكي باش نبين تاريخيا هذا الحانوت المزابي غرس دور في الثوره التحريريه الاباء التجار غير صندوق اذا بتد الخصوصيات نو حانوت يعني دور التجار المزابيين في الثوره التحريريه بت الخصوصيات نسن يعني كيف استقبلوا او ثورتوا مانش يعني بين بحراره بين بقوه وبايمان وبعقيده الثورت انه دي كل واجب اتبدن اتغارن اتساهمن صح باش وقسم هو قاسم فعلا جنسو على نعم, نعم. التجار المستوى الوطني في الجزائر نعم كاع من كاع شكل طبعا تعويضه لا نستثني يعني لكن هنوت ايه. المزابي غسل بعض الخصوصيات خصوصيات بعض المميزات مم. قد لا توجد في غيره نعم من بينهم اولا البعد الديني نعم ومزاب نخص مجتمع محافظ نعم غسل الدينس الشبرس راخلتس يخدم ربي تزليطس يقدر ربي يعني البعد الديني صلصقنت مع الطورت كاع المشايخ نزن سير وقت نشيخ تفايش فرنسا العدو فرنسا ديك المدن الكفار الصليبيين فرنسا ديك المدن غنغيس الخير فرنسا ديك الدولة مغتصبه طبيانه تمر تنخ ضحى حرام باش كتعا توم زابط مامي ساد ديال السليكو اللي عزمت ومناديس ديال قبل غادي يشتق قبل غادي يسير فاس ما واو واو دو نجيس خاطر تغيس عزمات وكامان امثله يغلب من هذا النوع أين البعد الديني عند النظرة الدينية إلى العدو الكافر الصليبي المغتصب تجوم مزاب ديما فرنسا يتعامل معها بحذر تماما لاش يعني يقني سباس ولا قدع تم زوارت فيتسنت بحكم الانتشار في مدن تل نعم غير سني الريزو التواصل تجارنا مزاب سي قبل الثورة سي القرون السابقة سي العهد التراك تنقلات جمع الاشتراكات نظام الجماعات كل تمدين مدينه دمنا كاع نكت دي ربعه دي خمسه نتحونا فتح دي جديدا ولو بعض التمدينين تي بزاف تسلسل نتكاع شنو مثلا فرجيوه مثلا في الجمزاله سابقا مثلا نغرس العيون نغ... اه والقرى مدينه زعلاك كت مدينه طاب الزنت تا ربعه طوجر لازم تشكل الجماعات الجماعات لابد اوبليغاتوار ربعه دي خمسه غرس رئيس الجماعه غرس الجماعات جور الامور لازم كاع في الجماعات، علاش راي فردي مم. وامره شورى بينهم. اين التنظيم قد لا يوجد عند غيرهم. هذه مهمة جدا. ثم بعد ذلك اين الميس يتسنت انه ومزاب بكري يتوغلاش لاش العائلة تسداني. ومزابطو ايه. طول صفر. نظرا لبعد واسباب تاريخية و ودي تيوي العائلة تسترواس. تقيم إذا الإقامة تحن ديز الإقامة. ايه. دوميسيل سواء سدت غير السود كون انا نسيت قاسم التاريخ نسدات بالفعل 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 الصنع المعالم كاع خصنا نسد بالفعل ديرير بوتيك بفرط حنوت دير ريال بوتيك يسمى انا دمودن يسمى انا تزلن يسا وجدي تزلط بوتيك, بوتيك. 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 غرس الدور في الثوره <ممم>. لا كافات العاصمه تيقولوا تي حنا غرس <مم>. اي المرافق دي سيو آه عمر دي شغل بالصنع وين يسهل يتسهل المجاهدين المسبلين نغلي الفدائيين اديس بكل سهوله اديس تاع حلوت هذا تسمع الصنه والبعض نسن يضطرن لم تنتم زابط سوا نتم زابط اصلا تاع قبايل دشاوي الى متم زابط اديس تاع نتم زابط يتسار بايز نوزو يتقلب تقلب لو تقل زت والبعض تقنن تشاشي تيتقنير نتم تاع حنوت رباح الخضر معروف تقدم دوش مو زكريا يتقنير نتم زابط اذا ادي عاش مع آه، لي سيليباتير العزاب لا يعمر الدين صنعني ولدي تبين ما نتوز فرنسا يوقع الراتيساج قالت صنع عند حنوت وديك التلميزات قد لا توجد في غيرهم تريد تفايت سنت يغلب التجار راه تمزاب غزل لي سواء لي كاميون نو لي فورغو خديتو لي فورغو يغلب فراك نعم مليح اي لي فورغو ين لا الى يدي بلاصه يغلب ولي تبدي كاع سواء لي تاود سلعت يتحنوتس نغيت مليح. ما يتليفران يقول متوت تليفران الجبال شنو غادي يعمر عمر الـ... أدي عمر السلع تس غادي يغلي غلي وريرن يتربع اين تنقل غلي وريرن الفيلاجات بزانن يساعد يغلب, يغلب 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 اوزع الماء ونت في مراكز في الجبال قالوا وي الماء ونت صوت توريرو او ري فلاني المركز فلاني ادسني امجاهدا اتشمرن وتعاونت يغلب إيه. ليه دكتور قلنا الخاصية معروفة انت ليش شرس علاقت مع التورت ياك تخدم يغلب التورت انت الاساس مم. خطر الثوره قائمه على الثقه على الثقه الثقة معناه يعني باش تنجح الثوره يلزم تكون الثقه جار المجاهدين جار الجبهه المسبلين الفدائيين الى غير ذلك هذا الثقه وفنت في حانوت المزابي لماذا لانه يتحافظ في السريه أو نخصلتو خاطي فقط في التوراة حتى قبل التوراة نسن باللي الكثير من يغلب مدن سكان ويعني متساكنين نغل للساكنة ها القرى المناشر غرس تخاتم تغرسوا التاريخ تاريخ ويب دكتور تفان غبسي المجال ومع الناس غلطور تمشاشني غابدا في لازم غير قلبها بيا أتأصل غدا وحدين بعد نزل شرب كيفي. يعني, يعني تستي ايوا بارك الله قضيه السريه لا كونفيونس يعني تكلمت إيه. توجه ومزاب مم. ومزاب باش نجي نغلب البعد الديني نعم الى المشايخ العلماء نهار كامل توعدنت ضح حرام ايه. ربالتش قلت لي ميدن حفاظ على الامانه زعما اللي سافر من ثمان سنين 10 سنين زال غور تستيني استيني ما مس تهلا تزلي طتش ريال ميدن لا ما انت ميدن قلت لي ميدن حرام القليل من اموال الناس يريد النار يعني اين اين تكوينو نعم جو امزاب يتقد باش كاد ياكر يتقد باش كاد يخون الأمانة تنجم لاش يتقدر موضوع الامانه تبارك قبل طورت في جميع المدن التل مشهور خاصه التمديني لان راس الاريا في غلب بدون سيوريرن نسيوريرن نقتاس نسريف آه الشرق الجزائري غسل الاسواق الاسبوعيه الدوطان سيور سواء العلماء العلمه سطرنو باتنا سوق راس السوق الاسبوعي سغد سغن زن اسن اجرون الريال زن قلت لي انت مع اسن اظل <سؤال> تحلوت نمزاب اتسول <سؤال> لا ديس غالبا تحنط ديس لاتاي اسوش لمن تسنفلان اتتفهم زابني اديري ديس لمن تنفلان اتسكرم لمن تنفلان تدولد اختي لاش لي بونكس دير لاش لا لا بوست يعني تدولد تحلوت نمزاب دق المركز امن ساس لمن تتزود متهنت طروانت قصص يعني عجيبه وغريبه اشيني كنزو غير الحج تقول <applause> الحج وقت نتاو شهور يجد لما تصنع حط نمزه يزوى الحيد ولد يشم مرت وقصص اخرى يروى لفرنسا سني ميغري يجد لما تسدني البعد يدول بعد سنوات اسي زوى يوم زابني بيد بي وقصص اخرى يقن يموت يسافر للغربة لفرنسا الإيطالي يموت اسن طرواس لوالتس وفي لما تبابل سن حانوت المزابي والاخطر من ذلك البعض اللامانات وقيمت الدل بعد الاستقلال البعد تبدل العملت. ومزابني تحت مغص باش كل العمل تقول تمتيت دخلت يعني غبي آه. ادي بلا متني اترزم ادي بالعمل تيشونج تبدل ادي عاود تير تصلح هذه رسمس لما فلان آه. يعني توغي يعني كان صدر الموضوع الامانه تبركون كاع قبل الطور قبل نعم. الطور اما الموضوع انطورت فعلا يقول بالمجاهدين قاد الطورة قاد الطورة سواء ده في العاصمه جرب سيان سيان ومزاب لا كونفيونس ثقه السريه خاطر تحنا تنومزاب خاطي نامبورت يسجل القوانين يسجل الاعراف تخ.. قلت لا ديسيبلين غريبه جدا حتى لبعض الامور تجاوز لحد ساعه ساعه جا المعالم يشري كنزار خاطر المعالم ممكن تكون دي سنه ثلاثه بعد ذلك الصناع الصناع دخل درجات يقديم دي جديد مليح الضياف غدا سن غنسول نختنا الضياف <SSSSSG: مه> يسجل النظام قلت ديسيبلين كل كن الحدود كل كن المسؤوليات اي نظام اللي يجوا المجاهدين من الزوار نمشي المثال باتنا مثلا وصفا بولعيد يعاشر تموتنا تسليماني يغلب يخزر لا كونفيونس دي قبل طورت باش كادي دوموند اسيسن قبل واحد نوفمبر 54 دوموند اسيسن كاميو الماء انت هذه التشارج على الماء انت مواد غذائيه ادي اللي غلورير قبل طورت صنع ما على بالهمش يشرك ما على بالهمش عند عمر حاج ابراهيم يسن ما غتبت سريتو يعني قبل واحد نوفمبر داني في العاصمه يوسف بن خدار رباح الخضر العربي بن مهيدي آه، عمارة عمار الرشيد يعني انه لجنه التنسيق والتنفيذ سي سي او خدم من مع التجار مزابط العاصمه لا بيركور حسين داي القبّة، 10 من يقلب كتشفند انه ليس يطلق كونفيونس يقت يعني لما تسرتت كون مطمئن السر كي دي جنوال. وليت فوق الى درجه لا ديسيبلين ناشنيغ ساعه ساعه تقعد سلات تجاوزات يجي ولا يجي صارم تيتل جار معلم تصنع مثلا ماني تزويد ماني تفقد لا شازوال السينما لا شازوال البحر لا شازوال اي لا ديسيبليني الجو تحنوت تنظم شغل قلت قلت خليه خليه نحل تخدم كلش منظم ثم بعد ذلك اين لا كونفيونسو جرب تغلب المجاهدين الامانات السريه دو 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 طريق التحاور لي دون مود باس المعلم صافي سني والد ثلاثه صنع كاع فهم ما تيخص مليح ستوم د الرموز صنع على فهم الضيف اللي يفهم اين اين سريتو تعاون يغلب، باش كتعاد اول تشديمه لا كونفيونس الثقه حنوت لنزابي الى درجه يغلب التعليمات داني في العاصمه توكدنا سن الفدائي الفدائي اللي باش كتجيك القنبله تقلم لها فرنسي اسنين بتتزير غفش باتتحاصرت. خاطر السن العاصمة تقعد البراجات تحاصر تتوا من الحق نجد ولكن ما تكرمت روح تحنط نمزاب اكرم تحنط نمزاب لا كونفيونس وطال عاود تستعرب تونس يعني فيه تعليمات من قياده تاع الثوره هنا في العاصمه لجميع الفدائيين اللي يقوم بعمليه فدائيه في شوارع العاصمه خاصه شوارع الاوروبيه روديزلي لا ريميشلي غير ذلك وين يسكنوا غير الاوروبيين قال كي تهز السلاح تاعك قنبله ولا البيستولي تاعك إذا كانت تلزت عليك الحاله ما لقيتش وين تهرب محاصر شوف اي حلوه مزابي والحاله مزابي تعرفها من بعيد تعرفها اللي راه ذكي حتى لدرك مازال تشوف حاله من بعيد هذه حاله تاع مزابي باينه السلع نتاعها لا فصاد نتاعها تعرفها روح ادخل لا كونفيونس طوطال ما كاينش واحد راح يبيعك ولا يخرج السر نتاعك كي تدخل حانوت المزابي البيستول نتاع هذاك تحت الكانتوار ولا تيشوف سده ولا في الشكار تاع تاع السميد ولا تاع الحمص ولا تاع العدس بكري كانت كل مواد غذائيه وادخل دور مع الخدمه نتاعهم بيعوا وشري معاهم واحد من فيه يجيو القور فرنسا حبس الراتيساج ما يلقاوكش سواء قبل العمل الفدائيه او بعد العمل الفدائيه هذه التعليمات هذه اعطيت ثم زيد زياده على لا هذه الموقع تجار المزابيين بحكم الاقدميه نتاعهم في المدن الكبيره من عهد الاتراك وقبل الاتراك لون تاعهم كان في قلب المدن درك تروح سافر في اي مدينه في قلب المدينه تلقى التجار تاع بني هنا في في الـ في, الـ في, الـ في برك في لاكاسبا يعني اغلب التجار المزابيين كانوا في لاكاسبا يعني في الوقت من وقت الاتراك ثم جاءوا الى الشوارع الاوروبيه كانوا في الشوارع الاوروبيه دوزلي، لا ريميشلي دبيع شريف ساحه الشهداء باب عزون هاد الاماكن نتاع الكور يعني فرنسا كانت لما تشك تحب دير راتيساج تروح الاحياء الشعبيه وين يسكنوا غير الجزائريين تحاصرهم ودير فيه راتيساج بصح الاحياء نتاع الاوروبيين لا لا الاحياء تاع الاوروبيين بروبر ونضاف و... يعني شغل متهنيه منهم وبنمزاب ساكنين تما اغلب الحوالات نتاعهم وهذيك الحوانت كانت مراكز اجتماع لجنه التنسيق والتنفيذ هذا بن يوسف يقول في الكلمه تاعو انه لما ندخلوا حلوه نمزابي في ديدوش دي دي مراد في لاريميشلي ريجيزلي متهنيين نديروا لي رينو نتاعنا اجتماعات نتاعنا ما نخافوش باللي تهجم علينا فرنسا ولا تتعدى علينا ولا يعني راح, راح يبيعهم يعني ولا راح يبيع هذيك أيه لا كونفيونس توتال هذه درجه أيه أيه مثلا على سبيل المثال اسماء كثيره جدا أيه الحاج اسماعيل السماوي عنده خوه يواس خير يواس أيوه. يواس باحمد وني ادي صغت الدارت نوطاري بالعقد تاعها مكتوبه باسمه يوريتيس تسمس تدار سبيسيال الاجتماعات نسيت لجنه التنسيق والتنفيذ عاد تريح نس قلت لا كونفونس كبيره جدا يعني لاكيس نطورت 82 مليون 82 مليون وقتني وقتني زاني سيكونتيس 56 العام الاول تاع الثوره الساعه الثاني 56 82 مليون اتسغنسيسكت شقت شارع كروزيل التوري في سمس يواس الحاج اسماعيل اسماوي يواس احمد توري في يعني الثقه الكامله من الطورة اذا اين اين خصيصه اين صفاته تجو حانوت المزابي غرس مكانه غرس اه، ثقه غرس دور كبير في الثوره نكمل نكمل ديما لك انا المميزات اللي تحنوت إيه تحنو تحنو المزابي تحنو تنظم مشهورة سي بكري الضيوف اه 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 يغلب نعم اش غولا نسيت سينت ينود المشايخ ينود ينود التجار ينود لافامي ينو العلاج ديما داخل خارج كل تحنو مصاب بس اربعه خمسه عشان صناع ديما مع سي قنضيف مسنع من سن مسنع يسد هذه نس ليله اللي تنسمى لا يعني الوجود الضيوف ديما داخلين خارجين تسهل يغلب اتف من المجاهدين ادت المعاسن اد شنات سون معاسن واحد شي قصص مليح يعني كثرت الضيوف أيه. تعقلت باتنا مثلا أيه. تدرت الضياف لا كومين أيه. تدرت الضياف ديس الطلبه ديس الضياف المشايخ يعني ديس كنوا مجاهد ادي 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 ادي, أدي شتمع سليسو والتفيق كاع وديك التلميذ يعني ديما لي فيزيتور لا موجودين مليح ثم بعد ذلك ال غتمزابو الاحتكاك تحول شيء دكتور معليش خاصك ديك المعلومات مهمه انه التواجد الحانوت المزابي يعني عموما امس إن المدن دونت وني كذلك يسمح حسني الاحتكاك بنخبه المجتمع يعني نخبه حتى قاده الثوره الجهه نتورت نغسل جهتنا توامن حتى يعني لي كولونيل الوقتني الني الضباط من الجيش الوقتني الني جورنولان اثنين تسمى قضيه انتيقتياك من طرفين عندنا نقطه القوه يعني المجاهدين تجين تيقت في حانوت المزابي الفرنسيين تجين تيقت كذلك في حانوت المزابي ولكن المزابني طبعا بوطانيته يجب ان يخدم مع المجاهدين خاطئ العكس صحيح توني كمل ايه باو التقاسم يعني يسحق دينو ايكونوال دزعو عقبه الموضوع انتقد من جهتين من الجهتين اتو الفرنسيين يعني تو غير نخزر لهم ذهب دي ديك حتى الصحراء امو لباس تقليدي كان كلب الجزكوا صراو مني تركي الا يخدم تاع حنوت الا يلها تاع حنتس استبعدنا تو من استبعد يغلب ومزابو يكون غرس يكت علاقة السياسات <سؤال> البوليتيك طورت خطير الا لها تاع خاصه الوقت كاع البزريه الاغلبيه البزريه الكتان. تونيديكت <applause> سو مني يغلب توا في الاحياء الاوروبيه لا كونفونسيتي تيجي تحنط نمزاب، يتزن طمطوطوس يتزن يسس هاد سغنت سحنط نمزاب، ومزاب بحكم الضباط المسؤولين في فرنسا سغنغفس يتسن معلومات نسن، يتسن كاع المعلومات نتم الضابط وني خدام الامن وني طبيب وني المهندس اتومان ثم قاد الثوره تاسند تحنط نمزاب، وفين يغلب التجار تاع مزاب مثقفين زكريا تبغي تاجر غير صحنو وغيره لن يغلب آه سليمان بن يوسف أتفت عالم متقفي تبغي يخرج الزيتونه المعاهد وغلان أتفت التاجر داني يغلب ان المجاهدين وفين تجار ضات متقفين وفين الهوايه الانسان المعاصي سواء متقف عام النغ عن طريق جمعيه العلماء وتستجمعية العلماء سي عام 31 تكريه ديك العلاقه تجعلوك تشهد العلماء الجزائر كل العلماء تنزاب مثلا المطبعه العربيه الشيخ ابو الاخضر الشيخ ابو الاخضر المطبعه العربيه تقول ديك المركز العلماء كاع تسلم ديس بالفعل تسمى كان ديني الاخبار وني قبل طورتها سي تقول الجرائد الشيخ ابو الاخضر بعد الوقت نطور تممي عيسى كذلك يواصل نفس الطريق اذا تقني الى قنسيو غلب خاطر سي بدا نطور الاقدام قال بعد وقف اطلاق النار في مارس الوقت اللي يقول بلا توان فاق باللي قال اطم كل إحنا نخ، اطم زاب هف نانخ اطم زاب خدع نانخ لنخدم الثور بقوه تشن الريال تشن المؤونت غرسن طروازن اولين غلورين غرسن طروازن تونس عز تونس شارك في الطورة والمجاهدين كرروا راسهم الفدائيين كرب انت وعلاش نتشون يعني, يعني التصريحات تصريحات من ضباط مسؤولين كبار سنوات مجوره 60 61 62 اي صار نون ضرب لي ضرب 57 قال اون ديري با شو ما تمزبوش دخلكم هم تجيب لي ضرب مع سن. مثلا شغل شوم جبهة اه جبت تعنيكم تاع تعنيكم الدور تاع عينيكم شو من برك والسن العلاقات اللي انت موجوده قويه جدا جار التجار نتمزاب مع جبهه التحرير لا كونفيونس <applause> فعلاً ثم اجدوا الموضوع الموضوع شرائح المجتمع يغلب نتيحونا الدواور تمنين تيب صحاب الجبال كاع تاسن صحاب الجبال المجاهدين الاخبار المجاهدين الجبال الارياف تاسن تاسن التحنوت أديس الدي وطا ورير ما غادي زوا مباشره تحنوت نمزا هامي هادي سلسله مناتس هادي سلكاس اللاتي اسنيوش الاخبار بالتالي توقع الجبال المجاهدين وسين داسو سين داني الاخبار كاع اتني كلي تاع حنا تنظر دي فق داسو كاع من بعد اس. اسي بالله نحكي قصة بزاف فقط نقطو لجزئيته يكنسي المجاهدين حموده لا فامي حموده سانتارنو العلماء يخدم دا خدم يقل ديريير بوتيك يجوك سيباراسيون يقل لي زولي سبيسيال اديو المجاهدين اتني مجاج سعيد قمان كوميسار بوليس سعيد اتي سريح في تسول سقمت بتكم تجي مع الفلاقه ماني تاخذ مع الفلاقه بتكم تعول ما تتجم ما ناس نتزوين تتمي كنغلاش الي دي كيستيون مباشره تعامل الجهات الامنيه مع الفلاقه وقمن اللي يحكى الاز لا يسلاتا اللي يحكى الاز انت الفرس يقلي غير تزادن شغل كونتر بلاكين مجاهد لا ريح دني لا نتماكان جميع المعلومات من بينها مثلا وني كوميسار بوليس وني الضباط كان عقول كان عقول سمنت غداسن سن اورير وفلان يجي سر راتيساج سد بالله ديس المجاهدين لا كان سلا كرم ديني لا كان بلان... سد كاع المعلومات المجاهدين تبلغن بعد ذلك العملية تزوانت يعني ايه. قصص نوع القصص اللي نتي نقول اخرها اخرها بعد 19 مارس 62 باش كيتعيط الشيخ بيوط هذا يعاد عضو اللجنه التنفيذيه المؤقته 19 مارس 62 ال سبتمبر باش كتسيجو الجزائر ريتا الحكومه الاولى رئاسه بن بلا صعيدني الشيخ بيوط الا اللجنه التنفيذيه ديس ديس اعضاء تبع جبهه التحرير ديس اعضاء ديس وزراء اربعه فرنسيين لمعسن الشيخ بيوط بتديني بن طوبال بن طوبال الخضر بن طوبال وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة سولنت لا تلفزيون تحس حيث لا تلفزيون سولنت الناس بتتنيد بيوت إبراهيم واش تقول عليه انت يسوقع فرنسي الناس هوني بيوت إبراهيم فعلا ستي فرنسا تجد العضوني تغيط تظن تغالب اللي لا معاسن انت لا معانا سي نوفمبر لا معانا الشيخ بيوت غيرنا مراسلات مع خاطر الخدمة بنتوبالي في تونس غرس مراسلات مع الشيخ بيوت كثيرة جدا غير داني بعد الكنيوان بهاني الناس الشيخ بيض الدعم غوالتش الى العلاقه مع توامن تكون فرانسي والعلاقه مع التورط باش من الطورت، قصص كثيره جدا لنت انواع الى درجه انه هذا الفرنسيين توامن يجي تقت يعني غرسان دومزاب احيانا بعض نتوامن بعض الفرنسيين تغين متعاطفين مع الثوره التحريريه لا نعم آه. القوه تقتني ومزاب ها آه. وني فرنسي متعاطف مع الثوره التحريريه ممكن التفت اداري موظف قلنا حتى ممكن عسكري ممكن ها أه؟ مسح متعاطف مع الثوره التحريريه ولكن ذلك التعاطف ماذا به هذه عاون بطريقه غير مباشره منشيتني شيتني المعلومات يوم زابني صحيح ها أه؟ هادشي المعلومات قال كذا خاطر لي جودي استيقت باللي ولي خصها ولي خصها تضرت خصها في نفس الوقت غادي ينفع ها هو تفكرني فعلا لن يغلب لو كان إيه؟ نجي المسح نعم. أذنب بيوغل بإسمه. أصدقاء الثورة التحريرية تومن فرنسيين لأن في التكنات في الجيش ما في الشرطة ما في الدرك سواء تسربن المعلومات البعض أكثر من ذلك تبين تحت السلاح حتى الذخيرة تبين تتسكازر نوا المجاهدين أش حكاية برك قائد الدرك غنى القرارة بوسبسي معروف بوسبسي وني يتوغي سكلتت ايه هذه غزل المجاهدين نقرا فرنسي تبع كمان قائد الدرك الفرنسي الكرهره إيه نعم المسي. معروف سكلتت الى درجه نحكي سنة النوا نعم يجلس يريح السوق تريح مع المشايخ مع العين السوق السوق الغاشي كاع اللي نزوزو التجار كاع صحاب الصحراء كاع يتولى وقت انت بزاف نقرا ايه كان 7000 ناس زعما برك ايه يزمن فكر نقرا وقتني إيه. اللي خاطر اللي ما يدور في التمديد ايه الصور يدور كاع اماس الصور الاحياء انت خارج التخامين يغزر الجنودم دبراني، براني سين في سعيد تبين مليح ونزاف شاف فريغاد دو كاع سنت يغزر الجن دا تولي واحد ما تيقن يغزر دق دبر نص. يتفقد اللباس اللي عسكري إيه. اه الكومبا يغزر يضل دق برنص بالنص يتولى تجولي تس يشمر وزال يشمر السلاح يعيط يحمو القمان تقيمه معاس الناس روحينا سيوني السكر ما يوزن سجن يغبي يمنس. واو. ولا تيشمر. اللي بلي من المجاهدين. اي المجاهدين. مجاهد دبر راني وزدت مدينتي. واو. عابر سبيل نغلو زاد قصدي حد الناس روح سكريمنت كاواش خزيره. واو. ايه فيتسنت. الكمين توات الكرا تو غير تجورن ضايات الى شمال الكرا بويكله دكتاره مسعد تو انت دي صغار خاصه صحابي فورناون تو غنغ سيح مفخر. نعم. تو غير جماعه نو قسار. جماعه الامام عبد العزيز الامام اي آه توغي آه زقعة بوراس غاسق الكاميو سوغا سوفورس حاج مفتاح انت اسم حقيقي خراز باكر بصح تكلب معروف قال مفتاح وهذا الاختلاف في الاسم دخل غير دور يغلب سواء على المستوى الوطني كاع الجزائريين رولا صوتوا في فرنسا على جال اسم معروف سي كنيسم أيه. انت رسمي دي كنيسم هذه كنيسم تختم هذا سنت كلب مفتاحات انت بلا خرج باكر اتزاك نخاتي وين يخرج يوطى مسعد المجاهدين دي الصحراء ضايعت وغلب خاطر تقرب الجبل بوكحيل جبل بوكحيل تو مقر الولايه السادسه ادسن <مت>. اسين نزمان تمرت انا معاش كاميو اغنتا ود القراره انا البريه على الوطن البري انا وطن تغردا انا وطن متليلي بتاديتش كاميو قاعد يصغارن مس الكاميو اسني خدمتها خامس نبتاتي المازوت دلوحة نسكر بثلاثة أربعة خمسة المجاهدين أذكر من أدي الشعر الكامل وشي يصغرني يصغرن إلا يويتن فورناون صح يقرب أدي أود القرارة أتون تقل البرج العسكر خسر عقلنا أدي كاع تدقع كاع سواطن تدقع تخزن شكل شكل شكن شكن يسكن جرال نوتي وضعتن البيعت سواطن تدقع أسف شديد سي حوايج على كنزدور تنطورت عينين البيع الحركه حركه الا للسفوق الزرار مهمه توني سيس بنك سكورطات الكاميو سكورطان سيس الصحراء حومات نقطره القرارة يوين تي تسات لا بريغاد صالون انورار صالون الى الكوميسار ديال شاف بريغاد عند موسمسي عيد ناس فيسي كان طفل كاميو مشبوه الى ليس مجاهدين ما ساس فتشت الى سن فاس يختارهم غيري مشات الرابور مشات ضجت يسمع الضرب الشاي عيد ناس يفتح الا شتي ما يتولي صغار من داني سالت الكوميساريه سالت لابريكاد اي توسخد لا 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 فاساد لابريكاد الغاب تلات قرب ديكاج روح وطا لدا الغاب تصوت <applause> صغار نتشكع وي توسخد سالت لابريكاد انت نورار تقول لك كي تصمت لديني وطا ما يصمت المجاهدين رول مع تصمت النورار تقول الغاب وبعد صوت كاع صغار يعيط شنو صغار يوغدي صغار الصحراء سي فري سي فري ريان ريان يلا روح الغروب تلي فقط ما ناس مجاهدين لقدرات <applause> كتجاوب على السؤال يغلب مجاهدين من هذا النوع اي عفوا يغلب اصدقاء الثوره نعم في, في الاداره الفرنسيه يعني يتعاطفون مع الثوره سواء تعاونا سواء بالمعلومات نبي بالاسلحه نبي بالذخيره ان سكنت تنصن لبعض التجاوزات أول لا سيس الله الجانب لا كاع كان نحوم حولها يا كان دور الموضوع طبيعة الأنشطة من تجار الميزابيين طبيعة الأنشطة نعم. ساهمت كذلك بقوة يا دكتور في تمويل وتموين الثورة صحيح. 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 بالتالي الأنشطة من تجار الميزابيين اللي نساهم بقوة في تمويل الثورة صحيح سؤال مهم جدا تلميزة تجارنا تنظر سيبكري بكري سيب نعم. المواد الغذائية ببدا في الأسواق الأسبوعية المواد الغذائية تغينا بدا بدا تغين لي غيمساك الحبوب الفحم الحمص العدس الامور ومن بعد سي تطور لي غروند فيل يقولوا دي بزاف الجن الفيترينات هاد الجن لو فورماج لو سي باش كنزن مع توامن اي ديما هاد المواد الغذائيه مليح 90% التجار تنزا كاع المواد الغذائيه المواد الغذائيه الفرق هو هاد الكماين تاوين تسلعت تاوين الكرو تاوين تسلبور تاوين تسلوزينات اي ناس المواد الغذائية سلقرو تعاونت يغلب باش كان سربان التورت داوين القناطر نسميت الزيت المواد الغذائية قال لا الشور لا يولي غلول باش كان يسربا ما تجلي فاكتير تجلي بون أدي صار أدي سربا لي كليون الزبائن الجبال بصح يغلب يسمون يسماو الفو قال السلعة هادي نتاع عبد القادر نتاع جلول نتاع فلان في الجبل يسكن في الجبل اتاوين أنت خاطر المجاهدين توني تخدم تطورت يغلب خطي المواد الغذائيه البعض سيسن 10% 20% القماش بدا نخدم القماش نزيد الكاكاي البابي تيزغلاش القماش تطور تحتاج يغلب بعض النوع القماش قلنا القماش فير تسمى سكاكي كاكي الطور صغير بقوه جننسيس عطوني تريد كومبا نغ تيرشاسين عسكريه باتوك باتوكاز تيرشاس الميليتير تيرينو خدمت بقوه التجار نتاع المزهر ساغن تسلقرو تربنت تزونانت صاودن تغريو لهنا اين سلعتو كاع سواء المواد غذائيه انغ القماش اما سس يكرم السلاح يغلب الفاليزات نغلب الكراطن الباكيات تيزي السلاح اللي يكرمه ما سلعت الا تكوبرا لادريس وجنا التاجر المزهر خصنا تينا نغلباتنا راسنا العنابه وهذه السلع ماشي تسمارنت لان مس العاصمه صنع دي بالظلم 10 سنين 12 عام اللي تزال بروات الشاريو دي ديس الباكيات الكوليسات اللي سلاح ماسس اللي دوات دوني باش كل توحيد تجنسي اكثر سجنا باش كل التوحيد <applause> دوات الا مس العاصمه اللي قطع جار لي باراج تلات لي باراج لا بوليس الميضليين الجدرميه باش كادي مثلا رميشلين غادي قطع لا كرون بوس غادي قطع يعني بليزيير باراج سن ثلاثه ممكن 10 برجات باش كديو الماء ونتني غير البور نغديو تدس البور باش تعمر كاميو صنع دي بزانم هذيك دعموني اتو شاب دو على على ديكاش على ديكاش وسمت عليه شمر برويطني سن برويتني نو ثم أتول الغلاكار الماشين ماشي انت باش كتساود سلعتنا تاو تلجات تشرخيط تاو السوق راس على النبا غلبتنا البسكره اتونا لاكار اتواطن بعد كيف كيف الصناع عدّدنا تستقبل اتستقبل لاكارس البراوت وني على ديما نذكر باتنا سي علي حمدي عمر علي إيه. انت محمد المعلم تو صنع الصناع شركه السلماني تزن شاريو لي شاريو خاصه نخد البال توختني يغلبني بليدن ولتو غير نقودروني تو مقصبين ضدغا الشاريو صاح تاع دزت القدر زهل صحيت غا غني ناش الكتاف تا الدودان شاريو امان سي الشورس الكوليسات هذه السلاحه مازالت لي دواوات باش كتاوي لاكار ومن بعد تستقبل أرزوة ادزوا اذا نوعيتنا تجاره نطنزار في شي تنيد المواد الغذائيه ما يعاون يغول في تمويل الثوره يغول ايه. المواد الغذائيه ديال القماش وهي انت الاحتياج الاساسي نطور يعني الاحتياج الاساسي اساسي اللي معاش دي سمورة. المواد الغذائيه لا نعم. اللي قناشات بلا دكتور مم. لا علا لا عله لا غير تلك العلاقه مع الثوره نعم. يعني الحمامات نتنزر آه. الحيطه <applause> <applause> فعلا نقطه سريه طبعا الحمامات مهمه, مهمة جدا لعلمك تم ضبطو الملك الداني في العاصمه وجانا 15 حمام في إيه. الوقت التراك راه قصبه كاع قيم كاع الحمامات داني يعني غسل قليمتي في الوقت التراك غسل الحمامات تخيل الاسباب استقبال الضيوف الطهارة تتزلط غير الاسباب التاريخيه إيه. وندقوا الغسل بصح تطورت الحمام على بالك يتوغي سان دوميسيل سان دوميسيل صح الحمام خاتي فقط تتحمد بيت سخونه تفقد لا دي سانسا دي سانسا دي سمانا تصن الضياف دي ايه. سمانا نزلت دي سمانا نوشو الحمام يتوغي اسهل طريقه للمجاهدين الدفن ادنس الحمام ليله ليلتين بعد يكمل اخذ داني تفركت ل... 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 شاوا زيد الخس زعلو كنت الحمام لا تملي شتو شرع الله الحمام مهم جدا ديني يخدم يتوغي وني علي لابوانت يكرم ديس في دائي الكبير اللي نيجو تير دي فرنسا علي لابوانت يكرم لاكاف الحمام نوم زاب بفر كتشاوا امثله كثيره جدا مش انت غرديت حمام صغير نتولد ولاد بوهون اول مركز نطورت واد مزاب الصحراء كاع عند حمام صغير الا موجود غلي مارو في ساحه الاندلس عند اللي ينزل ديس المجاهد محمد جغابه الى يسدس بسكره يوين تجمعت الخبزي ينزل حمام صغير يملا قاديني يجول مع المشايخ ديني مع واد مزاب سني وطال متليلي سني نضم الخلايا نطورت واد مزاب الحمام ان صغير الحمام صغير, صغير انها تولد بوهن اذا الحمامات كل سواء جيت تشرقيت سواء شمال مشيت نيد الحمام اللي توغي المركز موسى خطر لي كليون اللي انواع من كل جهات مام توز دي فرنسا لكارت لي كارت لكارت خلاص إيه؟ والتيف في المجاهدين الا يتص مع أه الضياف الحمام مني حتى الحمام اللي يحيى بالحاج كذلك أحي. عنده علاقه قرص علاقه كرما يحيى بن الحاج موجود غليمار وديني بالكور اي حوالي 15 الحمامات ودخت قن التاريخ يا دكتور قن التاريخ واحد بالمناسبه توجد يعطيك الصحه يعني سلسله ان شاء الله من الكتيبات تجيت نام غير ديال الزانان هذه سهل عزام من على خير مسعود المجاهد باتنا يعني حمق ليفر دو بوش مسعود فحماني. رباطي حفظ اي حفظ ان شاء الله تشني ما تلعب نبي شي شغل معلومات خزانه خزانه يعطيس. من التاريخ بارك الله فيه ولا شتي بادي قبل غير حتى هذا المحور الحمامات بهذا خا دكتور دقنا جانب مم. يعني ديك التزاويت الحمامات الحمام. أيه. الى غير صنع تبرك كان نعم. مع خالك نعم. محمد أيه. يحكي الحمام تونس حمام أيه. القاعدين تونس نعم بدا يشارك في الثوره إنه إيه. غير مر وصلت للشراكات إيه. غير رسائل رسائل جبت تحرير زي ببس جدي إيه. كل شيء تونس إيه. السلاح يجي لون للمجاهدين المجاهدين تاع في تونس الحمام تونس تونس نعم مادام ذكر له وصلت الاشتراكات نعم. هل كذلك سهوله تعامل القياده نجيبها التحرير نعم. مع تمزاب في هذا المجال قضيه الاشتراكات الوصولات دكداد سريت يعني إيه؟ صحيح اي ونذكر سنتورو إيه؟ وميزات اللي انت حنوت المنظر حنوت لا توجد في غيره إيه؟ واكيد اكيد لازم كاع تاريخ الجزائر اولا الهيكل الاجتماعي تو جالسن بي اورغانيزي يعني ا تمزابي كتم دينت دي اربعه دي خمسه دي 10 دي 20 لما نضمن معروفين يسموا نسن تحونا نسن غرسن رئيس الجماعه لا بد كل الشغل نسن جماعيين خاتسغن تبدا العرش شي خاتسغن المقبره هذه مشاورن قلتي زانا شركن يوساس نديك الضيف قعدنا قاعدين مع بعض. يعني رئيس الجماعه يتمشاور مع سن وني قبل الثورات سيتو غير نجر والاشتراكات يواد مزاب. ادبنا المدارس الحره واد مزاب ادبنا الجديوين السدود الويدان اغلان اشتراكات. صا سن مشايخ صغلان أظن رئيس الجماعه قال انا نجل جولت ازوت تحنوت تحنوت. يعني طريقه نجاو الاشتراكات طريقه نجاو الريات معروفه قبل الثورات. سي بكريه منذ قرون لا والف نها تطورت تنتهى رئيس الجماعه رئيس الجماعه اسدس المجاهدين اسين نحتاج طون نحتاج قداش من مليون نتا مباشره ممكن تخلص غرس اي غادي سن ثلاثه أشنيوش في ليله واحده باش ندبر المبلغ ما الني ماش عزم قلت ما قلت الاخر الاخضر بن طوبال نتا ينات وقائد الولايه الثانيه في قسنطينه انت يصرح يناموني بعد ذلك التجار اتزل الشركات كاع اتواجروا أت يعني تبرعني نشركني مجموع مع بعض قال لك انا عندي 10 تجار دي 20 جلوبال مع بعض وتحتاج لي كيتونس ومزبط حنا اللي تكلف الوصل ممكن حد ودادنا على المستوى الوطني هذا الزغيتا في التيت الكيتونس الكيتونس الوصول الاستقلال يجروا يقول بالوصلات ادي ادي دبر سيس بطاقه مجاهد بصح حمزه الثقت بنيتس لا كونفيونس ديال رئيس الجماعه اشتراكات كاع اثنين جو رئيس الجماعه اثنين قدم مع بعض الجبهه تسات تزهل طبعا يعني تتبع 20 حانوت 30 حانوت ازوي كن رئيس الجماعه نعم قالوا واش المبلغ وفنا سميتوش اذا طريقه نجاو الاشتراكات فعلا ما جات وقاسم مثلا نختم السيسي وني وني الاخضر بن طوبال قائد الولايه الثانيه في قسنطينه ووزير داخليه في الحكومه المؤقته مديني وانا شخصيا لم ارى اي اعتراض ما داموا الميزابيون يعملون الى الى لا يعملون لجانب و... و... الى جانب فرنسا والى جانب الثوره وكانت ثقتنا فيهم كامله عندما نحتاج الى مبلغ من المال ضخم 30 او 50 مليون كالكيلي انت في 54 55 30 مليون شحال يرى 50 مليون فرنك مثلا يكفي ان نتصل بمسؤولهم يقصد رئيس الجماعه بمسؤولهم الذي نعرفه فيحضر المبلغ في الوقت المحدود او المحدد بدون مناقشه بدون مناقشه وكثيرون منا يجهلون ان نساء ميزابيات كنا ناظرنا في صفوف بدين ودق الموضوع زدنا نسولف وشارك في الثوره نقيم الجزئيه الاشتراكات فعلا ما شاء الله سهل مجاهدين وفين روح رئيس الجماعه يعطيك المبلغ الفلاني ومط... حتى اسمه ولاش يعطيك الصحه دكتور حقيقه الحديث شيق يعني الموضوع مهم جدا لانه له تاصل للتاريخ مهم من تاريخ الجزائر يعني الثوره التحريريه لانه دائما قرن تعود ان الثوره التحريريه مرجع ل الحركات التحررية مرجع لكل شعوب العالم إلا نخصنا دبين ولكن كيف صنعت هذه الثورة؟ هذا السؤال الذي يطرح كيف نجحت؟ ماش تنجح ثورته؟ نبحث في السبب لا نبحث عن النتيجة النتيجة خلاص الحمد لله ولكن السبب من بين أسباب نجاح الثورة تكامل كل هذه النقاط كلها كل الشعب الجزائري يساهم لكان كان كنموذج ولكن ننظر الى تجار مثلا السوافه الانزوا الى منطقه القبائل الانزوا الى الغرب الشرقي الشرق الى الجنوب الى كل مناطق الجزائر ان مساهمه بطريقه او باخرى لوجيزم بالضروره قاعد تكون نفس المساهمه نعم. هناك عائلات سبلن كاع تروانس كان في غزه في فلسطين عائله كامله زوا زوا شهيدة سبل الانتروان كيف كيف هم بيشارك بطريقة أخرى الفلاح يشارك بطريقة وين وسيلة النقل إلى غير ذلك دكتور والله بهذه آه شرطه أنه كان السيور في حانوت المزابي فقط نعم لا يعني أبدا نعم إقصاء الآخرين طبعا إنقاص من جهود التجار الجزائريين كلهم, كلهم في, في الشمال والجنوب ساهموا في الطورة مساهمة كبيرة جدا الله شحفظ نبيسيس فقط رسالة إلى الأجيال لنولينت لكي تحافظوا على هذا الشرف واتواصل فهم الشرف وحتى تكون يعني او ان المورد الرزق او التجارة زياده في الاقتصاد الوطني اما شي سبب في الاستقلال الوطني او نيني شي دكتور بارك الله فيك آه رغم انه كان كانوا يغلب ولكن نفتح الشهيه لحلقات اخرى ان شاء الله في هذا الموضوع رب يحفظ رب يسلمك العمر في اصداراتك الجديده اللي تعلقت تصور موضوعيه ما يسمع عندما يعني نخسن نظوره والنقاط باش كومون باش يكتلو وجبت ممتعه فوق المواضيع التاريخيه عقبه اللي من قبل بسلامه Thank